75 عام نادي الخليج، نادي الخليج انت على الصدر الوسام، انت على صدر الوسام. 75 عام نادي الخليج انت على الصدر الوسام. محلقا بأحلامه كالنسر، واثقا يمضي بجناحين لا يهب الريح، مشعا كالدانة في يد الغاصة الأقوياء، يتراقص في الأصداف كلما ارتفعت موجة الاشتياق. هنا يبحر، يقطع عباب الخليج كسفينة لا تعرف المراسي، شراعها الأمل ووقودها العمل الذي تخالطه التضحيات. هذا هو الخليج، يمضي إلى المستقبل وتعويذته تاريخ من الإنجازات والدروس التي سطرتها سواعد الأجداد والآباء، ليبقى الأمل حياً بخليج لا يعرف الإخفاق. هنا يواصل الإبحار بسفينته، يشتهي الذهاب بعيداً في بحر الأمنيات، فالمسافة بين اليوم والغد مفروشة بالوعود الجميلة. شعار جديد لكنه يدافع عن الصورة الراسخة لهذا الكيان، يضيء الدرب باتجاه الإمكانات الواسعة للتغيير والتطوير من أجل الحفاظ على المكتسبات والبناء على الطموحات التي يملكها أبناء سيهات. هو شعار يستثير الهمم ويحرض على ارتياد المستقبل بلا تردد، وفيه يراهن الخليج على سفينته التي لم تتوقف يوماً إلا لتتزود بحلم جديد. وجدت أحد الأندية له نشاط مميز، وكان في ذلك الوقت من الأندية الريفية، كنا نسميها الريفية، كان في مدينة سيهات في المنطقة الشرقية. بعد زيارتي للنادي واطلاعي على الأعمال في ذلك النادي، قررت أن تكون أعلى إعانة للأندية في ذلك العام لنادي سيهات. كان السبب الوحيد هو أنني وجدت جميع أبناء سيهات أعضاء في النادي وجميع اجتماعاتهم في النادي، ويلتقون هناك على الأقل مرة في الأسبوع. أعتقد أن هذه هي رسالة النادي. حيو 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 حيو
يسحر طفلنا أصفر ليلنا يسحر طفلنا نادي الخليل نادي الخليل جمهور لقان وأمر الفوز لعيون حضار جمهور لقال وأمر الفوز لعيون حضار جابوه في عزم الرجال نادينا هو عز ودخل 75 عام نادي الخليج انت على الصدر الوسام 75 عام نادي الخليج لك التحية والسلام. أعتقد هذه الكلمات اللي أطربنا فيها عبد الكريم عبد القادر وأنتم لم تستمعوا إلى بقية الأغنية تختزل الكثير من الكلام الكثير الذي أود أن أقوله بهذه المناسبة. نادي الخليج نادي الخليج شوفوا من يلعب شوفوا فنان